إذن لمناقشة ملف جريمة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. ولكن أبدأ من السيد يحيى السنبل. سيد يحيى، يعني اتهم أهالي قرية الفرحاتية اللواء 42 التابع لميليشيا الحشد بخطف أبنائهم وإعدامهم ميدانيا، لكن هنا ما دلالات ارتكاب الميليشيات لمثل هذه الجريمة المروعة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، كما يقال إنه أهل القرية هم أدرى بشعابها، فهؤلاء قد تعرضوا إلى عملية مداهمة واعتقال لأبنائهم بعد انفجار عبوة ناسفة على دورية من دوريات الميليشيات، وقد جرى إعدام أبنائهم بعد فترة وجيزة لا تتجاوز أكثر من 4 ساعات تم العثور على هذه الجثث. فأهل القرية برجالها ونسائها هم يعرفون القوة المداهمة لهم من حيث الوجوه ومن حيث السيارات ومن حيث الأشكال التي دخلت عليهم، لذلك لا يمكن أبدا الخطأ في أن يكون هناك جهة أخرى يمكن أن تستغل اسم هذا اللواء لتأتي لتخطف هؤلاء الأبرياء. هذا هو ما يتحدث به أهل القرية، وما يؤكدونه على ذلك مع إصرارهم بأن من قام بهذه الجريمة هي الميليشيات، وهذه الجريمة ليس غريبة على الميليشيات. فهي قد ارتكبت مئات الحوادث مثل هذه من حالات الغدر والخطف والقتل والتغييب القسري، بل إن هناك عشرات الآلاف من المغيبين إلى حد هذه الساعة الذين خطفوا في الحواجز وما تسمى السيطرات لهذه الألوية أو لهذه الميليشيات. فهذه ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن هذه الميليشيات جاءت وفق مخطط من أجل إفراغ هذه المناطق والقرى من أهلها لإحداث التغيير الديمغرافي والسيطرة على مقدراتها من أجل مصالح هذه الميليشيات والأجندات التي تتبع لها وتنفذها. سيد يحيى، يرجى أن تتفضل بالبقاء معنا. سأنتقل إلى الأستاذ عبد القادر النايل. الأستاذ عبد القادر، مرحبا بكم من جديد. محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل اعترف صراحة بأن هناك قوة ترتدي زيا عسكريا معروفة على الأرض هي المسؤولة عن الجريمة، وذلك في إشارة واضحة إلى ميليشيا الحشد. هل هناك تواطؤ حكومي في ارتكاب هذه المجزرة تحديدا أستاذ عبد القادر؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيفك العزيز. معلوم تماما أن الحكومة لا تتواطأ، الحكومة تدعم كل أفعال الميليشيات الإجرامية لأنها وليدة هذا السلاح الإرهابي، وبالتالي هي تحاول أن تنفذ المشاريع لهذه الميليشيات التي ترسمها بإجرامها وإرهابها. ولذلك محافظ صلاح الدين متواطئ مع هذه الجريمة عندما يتكلم على أنها جنائية وليست إرهابية، ولا أعلم كيف تم فرزرة الإرهاب من الجنائية. ومعلوم تماما أن لواء 42 التابع لقيس الخزعلي وميليشيات العصائب والتي هو مكتوب على سياراتهم هو من يمسك هذه المنطقة ليست من شهور إنما من أعوام، لذلك هم معروفين تماما هؤلاء الذين داهموا المنازل وهؤلاء الذين نفذوا هذه العملية بوجوههم. ولذلك مفيد محمد علي أبو حيدر مسؤول اللواء وعلي الجبوري أبو باقر معروفين في المنطقة، وهم من قواتهم الميليشياوية من نفذت عملية الاعتقالات والإعدامات بطريقة مجزرة حقيقية إرهابية ارتكبت. فلذلك جاءت حكومة اللجان المشكلة مباشرة عندما تتعلق القضية بالميليشيات، جاء الكاظمي إلى هذه المنطقة من أجل طمطمة الأمور كما حدث لمجزرة الصقلاوية عندما تم الكشف والقبض على هواري مديان مسؤول بدر عندما قتل 17 مواطنا بريئا في الصقلاوية نحرا، ووثقت الجريمة واعتقل، وعندئذ أفرج عنه قاضي الحشد بدعم حكومي. لذلك الحكومة
تدعم وليس تتواطأ. طيب أستاذ يحيى، وفقا لمرصد آفاد لحقوق الإنسان، يقول هذا المرصد المغدورين هم بالأساس نازحون عادوا قبل 4 أشهر إلى المنطقة، المجزرة جاءت لأحداث موجة نزوح جديدة، لكن هنا إلى أي مدى يمكن للميليشيات أن تنجح في سياسة التغيير الديموغرافي في المناطق المنكوبة والمحافظات المدمرة؟ هذه الميليشيات نجحت في إحداث هذا التغيير بسبب وجود عناصر سياسية تتبع لهذه المحافظات، هم شهود زور على ما يجري على أهلهم من عمليات تنكيل وقتل وتعذيب واضطهاد، وهم مشاركين لهؤلاء الميليشيات بالسيطرة على مخدرات هذه المناطق. فمنطقة الفرحانية تضم 3 آبار من النفط، تقوم هذه الميليشيات بسرقتها بالتواطؤ مع عدد كبير من السياسيين. لذلك عند عودة هؤلاء النازحين قررت هذه الميليشيات ارتكاب جريمتها النكراء هذه وهذه المجزرة من أجل أن ترعب الأهالي ليغادروا هذه المناطق لتستمر عملية السرقة وسرقة الثروات والسيطرة على المنطقة من قبل هذه الميليشيات. وترى هؤلاء السياسيين المحسوبين على هذه المحافظة لا يقدمون ولا يؤخرون، بل هم شركاء في الجريمة على قدر ما يستلمون في جيوبهم من أموال من هذه الثروات المنهوبة. سيد يحيى، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، ذكرتم في ردكم عن اللجان التحقيقية، أتوقف عند هذه النقطة. الكاظمي يعني أعلن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن مجزرة الفرحاتية، وأيضا قال إنه يجب انتظار اكتمال التحقيقات قبل إصدار الأحكام بشأن المجزرة، لكن هنا ما الفارق الذي ستصنعه نتائج التحقيقات بعد تشكيل 15 لجنة تحقيقية في الأشهر القليلة الماضية ولم تتوصل إلى شيء؟ من المعلوم أن العراقيين لهم حق عندما أطلقوا على حكومة الكاظم حكومة اللجان التحقيقية، لأن حقيقة ليست لها إلا هذه القضية التي تشير إليها عقب كل جريمة، وإلا كان المفروض أن يتم اعتقال هؤلاء، اعتقال القوة الموجودة لهذه المنطقة أقل تقدير ويتم التحقيق معها. هو لم يستطع أن يدخل إلى مقر الميليشيات باتجاه الإسحاقي ويعبر سيطرة الشرطة الاتحادية على مقر العصاب ويطلق 4 مختطفين، أو هناك كما يقال 12 مختطف موجود داخل مقراتهم. بالتالي عندما يفشل القائد العام للقوات المسلحة بمعيته وزير الدفاع ومسؤول ميليشيات الحشد وكل القيادات الأمنية والعسكرية لهذه الحكومة، تفشل في الذهاب إلى مقر ميليشيات العصائب لإطلاق الرهائن الموجودين أو الاطلاع هل تم إعدامهم أم لا زالوا على قيد الحياة، من المؤكد لن يخرج إلا بلجنة تحقيقية لذر الرماد في العيون. وبالتالي ما طبيعة هذه اللجنة التحقيقية؟ هي عبارة عن قاضي تابع لميليشيات الحشد وداخل مؤسسة الحشد من قضاة الدمج سيعمل على ترتيب الأوراق. ولذلك قالها أحد قيادات ميليشيات لواء 342 أن القضية انتظر التحقيقات لأن داعش من فعل هذه الجريمة. إذن هم يبيتون القضية باتجاه حرفنتها وباتجاه كسب الوقت لتمييع القضية وإخراج المجرمين من هذه القضية وعدم محاسبتهم. سيد يحيى، أهالي الفرحاتية اتهموا ميليشيا الحشد تحديدا العصائب بخطف أبنائهم وإعدامهم ميدانيا، لكن ميليشيا الحشد نفت ارتباطها بهذه المجزرة وقالت إن التحقيقات ستثبت مسؤولية تنظيم داعش عن ارتكابها. أولا، ما مصدر ثقة الميليشيات بنتائج التحقيقات؟ هل يمكن القول أو نفهم من ذلك أنها ربما حصلت على ضمانات سياسية باتهام تنظيم داعش الإرهابي في هذه المجزرة المروعة التي حدثت في الفرحاتية؟ حتما أخي الكريم، أن الميليشيات هي تمتلك النفوذ والسلطة وهي متسلطة على القضاء، لأن هذا القضاء لا يمتلك أبسط معايير العدالة أو تنفيذ القانون بشكل حيادي ونزيه. لذلك فإن الميليشيات هي من تسيطر على مخدرات هذه الأمور
وهي قد منحت نفسها صك البراءة مقدما رغم كل الدلالات والشهود والإثبات من أهالي القرية على ارتكابها بهذه الجريمة. نعم. الميليشيات هي متيقنة وأصبحت متيقنة لأن القضاة أو القاضي هو تحت سيطرتها، وأن المحققين هم أيضا من نفس هذه الميليشيات التي سوف تقوم بتشكيل هذه اللجان، وهي قد وصلت إلى مرحلة بأنها لا تستحي ولا تخجل في طمطمة هذه الجرائم وارتكابها وصولا إلى الهدف الأعلى من أجل ترحيل هذه العوائل والسيطرة على مناطق. عبر الهاتف كان معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، شكرا جزيلا لكم. أنتقل إلى الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، الأمم المتحدة دانت مجزرة الفرحاتية وطالبت بإطلاق سراح المختطفين الأربعة، لكن هل لهذه الدعوات الأممية آذان مزغية في الأروقة السياسية في العراق؟ بدقيقة لو سمحتم أستاذ عبد القادر. الأمم المتحدة هي من ذهبت باتفاق بلاس خارد مع أبو فدك للإيقاف على صواريخ الكاتيوشا باتجاه البعثات الأمريكية مقابل إطلاق يدها والقتل الممنهج لحقيقة أهل السنة في العراق. لذلك الأمم المتحدة في بعثتها بالعراق متواطئة، ولذلك السياسيون مرتاحين للتعامل معها ولا يمكن التعويل عليها، لأن هذه الدعوات مجرد دعوات إعلامية، وربما استأذنت مفوضية الأمم المتحدة في بعثتها في بغداد الميليشيات لإصدار هذا التصريح، أقولها بصراحة. لذلك حقيقة لا يمكن التعويل عليها، لأن هؤلاء يعلمون أنهم ينفذون مسألة التغيير الديموغرافي، واليوم بدأوا ببناء سور في الطارمية من أجل الحقيقة التضييق على الناس وأخذ أراضيهم. إذن هناك مشروع كبير يجري بإشراف وتحت أنظار الأمم المتحدة ولم تحرك ساكنا. من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.